طيب استاذ العزيز، يعني حضرتك ذكرت ان هناك نزاع وان كان بالقليل على الشرعيه، هل بهذه الانتخابات يغلق هذا الباب تماما؟ ومدى اغلاق هذا الباب باقرار الدستور الجديد يا فندم؟ يعني هو اغلق باب النزاع على شرعيه الدستور القديم. طبعا هيستمر البعض يقول ان الدستور ده باطل وكلام، لكن انا بتكلم على الحساب السياسي، واي حد يعني بيراجع المساله سياسيا بشكل يعني حضرتك بمعنى اصح يعني وجود رئيس بالصندوق يعني رئيس من الصندوق معه منتخب ايوه يبقى كده انا ما هو في يقولوا ان الرئيس هو مرسي. طيب انت رغم انه يعني في ملايين خرجت ضده واسقطته، لكن طيب هذه الصندوق هم كانوا بيقولوا الشرعيه في الصندوق، طيب الصندوق هيحصل والناس هتنتخب رئيس. طيب استاذ العزيز، يعني في متن خطاب الرئيس ايضا جاء عدد من النقاط الهامه ومنها تخصيص او مخاطبه السيد رئيس محكمه استئناف القاهره بتخصيص دوائر جنائيه لاقرار العداله وانجاز العداله بشكل سريع، كذلك ايضا طلبوا بمراجعه احوال بعض المعتقلين، وان ليس هناك معتقلين بل مراجعه بعض من ينطبق او كما ادرجوا ضمن القانون. قراتك ايضا في هذا الشان يا فندم؟ طبعا ده كلام كويس، لانه اولا مطلوب يعني مطلوب العداله الناجزه السريعه في التعامل مع الامور، اذا في حد اجرم فياخد عقابه على طول، لانه من تم الاجرام ضده بيبقى منتظر هذه العداله عشان يعني يستريح قلبه للقصاص. ايضا لازم نبص انه في حد شباب، طالما في شباب معترض حجز حرية التعبير او الضغط على الناس، او المفروض الموضوع ده انتهى الى غير رجعه، اي حد يعبر عن رايه، معترض على الرئيس المؤقت، معترض على الفريق السيسي، معترض على الوزاره، معترض على اي شيء من حقه طالما ان هو حتى يعني نستطيع يا فندم اجمالا ان نقول ان الرئيس او يعني نستطيع يا فندم نقول ان الرئيس اوجز فانجز. قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلي منصور خلال كلمته اليوم إلى الأمة يقصد بالمعتقل هو الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة وحتى عرضه على سلطات التحقيق وفقا للإجراءات القانونية. وأضاف بدوي أنه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، وحيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أي معتقل إداري. أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي استشهاد 3 جنود وإصابة نحو 11 آخرين إثر استهداف مسلحين مجهولين حافلة تقل عددا من أفراد القوات المسلحة، وكانت الحافلة في طريقها من السويس إلى وسط سيناء، وذلك في نطاق الجيش الثالث الميداني. وبحسب مصدر طبي فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بمحافظة السويس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من شمال سيناء مراسل النيل أشرف سويلم. أشرف، آخر تطورات الوضع الأمني لديك الآن؟ عقب الحادث اليوم بتجري عقب الحادث مباشرة تحريات عسكرية واستخباراتية موسعة في المنطقة، تحديدا منطقة وسط سيناء. هناك حملة مداهمات لمعاقب مسلحين بوسط سيناء تحت غطاء جوي من طائرات الأباشي، يشارك ويعاون قوات الجيش مشايخ وأبناء القبائل في منطقة وسط سيناء لسرعة الكشف عن هوية منفذي الهجوم على حافلة الجنود التي جرت صباح اليوم. أيضا التقارير الأولية تشير إلى تورط عصابات إجرامية بهذه المنطقة قد تكون مأجورة بالمال لتنفيذ هذه العمليات. وطبعا أنصار بيت المقدس موضوعة بين قوسين في تورطها في هذا الحادث. القيادات العسكرية أكدت أنها الرقابة لديها بعض الخيوط قد تقود إلى هوية الجناة اليوم أو غدا على الأكثر، وأن هناك تصميم من قيادة الجيش الثاني والثالث الميداني لسرعة القصاص والرد بحسم شديد والرد بشكل قاس وعنيف على المنفذ هذه العملية. بتجري الآن أيضا في رفح وشير زوية
الصيد والعريش وبئر العبد ومنطقة الأنفاق الحدودية عدة حملات عسكرية في توقيت واحد لمداهمة بؤر إرهابية. تم مداهمة بالفعل بؤر إرهابية عديدة، الحملة ما زالت مستمرة حتى الآن سنوافيكم بها لاحقا. اللافت للأمر أيضا الحملة التي تجري اليوم على خط الحدود مع قطاع غزة، هناك عملية تدمير للأنفاق موسعة يتم ضبط يوميا. كان آخر محصلة كانت أمس مساء أمس 5 أنفاق ومنزلين تم ضبطهما بمنطقة الفرصورية بداخل نفقين. اليوم أيضا بيجري ضبط العديد من الأنفاق وتدميرها على حدود قطاع غزة، وسمع عدوية عدة انفجارات تؤكد على قيام سلاح المهندسين بقتل الجيش الثاني الميداني بتدمير العديد من الأنفاق. الهدف من خط النشاط العسكري على خط الحدود هو غلق الأنفاق التي تؤدي إلى تهريب دعم لوجستي من قطاع غزة إلى الجماعات الإرهابية في سيناء. وكما أكدنا أننا سنوافيكم لاحقا بإذن الله عن نتائج الحملة العسكرية التي تجري سواء في وسط سيناء للكشف عن هوية الجناة الذين نفذوا العملية الإرهابية اليوم أو الحملة العسكرية المستمرة في رفح والشرفين. نعم. طب يعني أشرف، بعض التقارير جاءت على وسائل الإعلام تحدثت عن أنه لا وجود لما يسمى بأنصار بيت المقدس، جماعة أنصار بيت المقدس، وإنما هي ميليشيا تابعة لخيرة الشاطر القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية. هل لديك أي تأكيدات بشأن هذا الأمر تؤكد أو تنفي؟ في الواقع يعني نحن على محك بهذه الموضوعات منذ سنوات طويلة في المنطقة، ونعلم جيدا كل صغيرة وكبيرة عن هذه التنظيمات. أول تنظيم بدأ في سيناء والتنظيم الوحيد وهو التوحيد والجهاد الذي قام بتفجيرات سيناء، ثم تلاه بعد ثورة 25 يناير ظهور تنظيم أنصار بيت المقدس، وكانت نواة في قطاع غزة، ثم جرى له امتداد بعد يعني حماس طردت بعض هذا التنظيم، والتنظيم كانت لو نعود بالذاكرة إلى 5 سنوات ماضية هرب هذا التنظيم إلى سيناء، حدث له امتداد في سيناء. استغلت جماعة الإخوان المسلمين خلال عهد مرسي هذه التنظيمات لتكوين جماعات مسلحة تقاوم الجيش المصري يعني وقت اللزوم، يعني كما حدث في 30 يونيو بالفعل تحركت هذه التنظيمات، توحدت الجماعات المسلحة في سيناء سواء التوحيد والجهاد السلفية الجهادية تحت راية ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس. ما حدث بعد 30 يونيو ان تنظيم انصار بيت المقدس في سيناء ربما بدا الجيش قتل الجيش الثاني الميداني في تدمير البنيه التحتيه لهذا التنظيم وقتل العديد منه، وكان اخر قتيل منه وهو قائد الجناح العسكري في هذا التنظيم، وكان شخصيه كانت في غايه يعني السوء، يعني كان شخص. لكن التنظيم الان انصار بيت المقدس امتد خارج سيناء، موجود الان في جميع محافظات مصر وينضم تحت رعاية. نعم، نشكرك جزيل الشكر مراسل أمين أشرف سويلا من شمال سيناء. تقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم لخمسة ضباط من شهداء الواجب في سقوط طائرة عسكرية أمس، وذلك بجنوب منطقة الخروبة بشمال سيناء. وقام الفريق السيسي بتقديم العزاء لأسر الشهداء مؤكدا أن القوات المسلحة فداء لشعب مصر العظيم. حضر مراسم الجنازة الفريق سبت الصبح رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. تقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجنازة العسكرية التي أقيمت لخمسة من شهداء الواجب سقطت بهم طائرة عسكرية صباح أمس جنوب منطقة الخروبة بشمال سيناء. وكانت إحدى طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية قد تحطمت خلال تنفيذ أعمال المداهمة المكلفة بها لمعاونة العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية بشمال سيناء. اللهم اسقي من حوض النبي شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم ادخلهم يا ربنا جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسفر الحادث عن استشهاد كل من رائد طيار أحمد نبيل أمارة، نقيب أحمد محمد عبدو، ملازم أول طيار أحمد السيد أبو العطا، ملازم جوي إبراهيم محمد صلاح الدين فرج، مساعد أسامة أبو الفتوح عبد الرازق. ويجرى حاليا دراسة أسباب وملابسات الحادث التي أدت إلى سقوط الطائرة.
وقام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وأمنه واستقراره، مؤكدا أن القوات المسلحة فداء لشعب مصر العظيم. يريدنا نموت شهداء زيهم، يريدنا نموت شهداء زيهم. شد حيلك. لا تشريف ده ايه؟ تشريف ده ايه؟ دول ولادي زي ولادكم. ربنا يصبرنا ويعينك. ويعينكم يا رب. يا رب يا رب اجمعنا بيهم على الاخرين يا رب. ده والله بجد اقسم بالله اقسم بالله ربنا يحمي بيت مصر، شكرا يا حبيبي. ربنا ما يحبش كلنا في مصر. ربنا يكرمك، ربنا يخليكم يا رب. مصر امانه بين ايديك. مصر امانه بين ايدينا كلنا. مصر امانه بين ايدينا كلنا. ربنا يعينك ويقويك. ربنا يعينك ويقويك. انا عايز اقول لكم على حاجه. ربنا يعينك. انتوا عارفوا لما بشوفكم كده. دي مسؤوليه كبيره. معنوياتي بتترفع والله والله. انتوا اللي بتعزوني دلوقتي. مسؤوليه كبيره. عزوني خلي بالكم. مسؤوليه تقيله بس عارفين انتوا عارفين كده. انتوا اللي بتعزوني انا. احنا عارفين ان انت قدها. بفضل انت خدت خطوه بامر الله وقدها وكلنا وراك. كلنا لو عايزنا دلوقتي احنا نتطوع نتطوع دلوقتي. العمر والصحه والسلام دلوقتي. انا عارف ما تزعلش ما تزعلش. شد عينك. انا هقول حاجتك. اجمعنا اليوم على الحق يوم قيامه. شكرا في الله. شكر شكر على ايه؟ ده انا اللي بشكركم. ده انا اللي بشكركم. ومصر بتشكركم. طب الكل لنا المصريين ولنا اللي انا امنيتي ان انا ادخل ابني علشان اكمل مسيره اخويا في الجيش. ربنا يا رب يخليك. ده ليا امنيه ما تحرمنيش من ده. لو انا بسن كده اخش الجيش علشان اقص لك فضولي والله. ربنا يكرمك ويعينك ويتمم خطواتك بحق عبد حضرة النبي وينصرك على العالم دي. ربنا ينصرك عليهم ويهدهم.